هو طب هم خدوا ايه عشان ينفذوه؟ يعني بدل ما تقول اللعيبه قول فكر المدرب عمل ايه عشان اللعيبه ما نفذتوش. وانا اعتقد من التصريحات بتاعت معالي الوزير اللي هو كان بيدعم المدرب بشكل ايجابي، وحتى قال لك الناس اللي كانت بتقول اللي كروش طريقته غلط لما غير بعض المراكز للعيبه وبتاع، قال لك بالعكس ده بيدي دافع قوي عند اللعيبه وبتاع وبيغير الشكل بتاعنا. خلاص يبقى ان شاء الله الماتش اللي جاي الشناوي يلعب راس حرب. ما هو هتغير ما هو الشكل. طالما بقى بيدي دافع الشناوي ان شاء الله يلعب راس حرب. صح، وابو صلاح يلعب يقف جول. لا يلعب باك ليفت. طبعا لعيبه باك ليفت. بقى شغلانه كابتن احنا مش فاهمين. اخر تصريح هو قال لك بالنسبه للخناقه بتاع الكروش مع احد الجماهير وكده، قال لك خلاص يا جماعه لازم تعدي، ومش ده اللي هيوقفنا، واللي هيوقفنا الفوز والتطوير، والتطوير هيجي وبتاع. علق بقى عشان اعلق. طب هي ازمه حسام حسن ان هو ما يجيش عشان العصبيه صح؟ وكل واحد يجي يطلع بغض النظر عن سياسة الوزير خالص. حسام ده قرب يطلع في البرامج يعيط عشان يقول لهم ما بقتش عصبي. ده انت عارف ممكن يروح يمسك المنتخب وما تسمعلوش صوت. عادي والله. قال لك حتى التعليمات مش هقولها عشان ما يقولوش عصبي. فهو دايما يقول لك يطلعوا لنا ويصدروا لنا حته ان هو ايه، اصل هو عصبي وخايفين من حته العصبيه. طب واللي بيعمله كروتش ده لما راح تهجم على الجماهير كان بيقدم كنافه وبسبوسه ولا ان هو؟ طب انت ايه رايك يا كابتن في المدربين اللي بتعمل كده، اللي بتشتبك مع الجماهير بعد الماتش؟ ده فلس. ده فلس. ده فلس. بس انت عملتها قبل كده. لا معلش عملتها قبل كده. لا معلش بس البلدية. انا بفهم عربي. ايوه. انا اتشتمت. انا اتشتمت بامي وبعدين ايه؟ لما ترديت انت رديت كشتيمه. لا يعني. ده من قبل الماتش. انت عارف لو الماتش كان شغال وحصل ماشي. انما ده من قبل الماتش وهو صيدني شاتمني بالواد ده. بس لو حد اختلف معاك في وجهات نظر وانت في الملعب. لا بص يعني لو جه قال لك يا كابتن انت لعبت فلان ده غلط وانت غلطت. نفس اللي حصل مع كروش. رد فعلك ايه بقى؟ مش هرد عليه. مش هترد عليه. انا ماسك